طيب متهيألي اليومين دول مفيش بيت مصري إلا وتلاقي فيه حد يعني قريب أو حتى قريب من بعيد أو جارك أو معرفتك رايح الحج، موسم الحج نفس الحكاية بتتكرر كل سنة. النهاردة أنا برحب بمعز مسعود اللي شرفني. ازيك؟ والنهاردة يوم الاثنين. صديقي وحبيبي. ما انا كنت لسه جاي لك في الكلام. ايوه انت صديقي وحبيبي النهارده بالتحديد، لان عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. وده مش معناها ان انت مش صديقك مش عشان وحبيبك مصلحة. في اثناء لا. عدم وجود سؤال. لا لا لا. كل الناس بتفكر لا كده. خلي بالك، لا انت صديقي وحبيبي على طول، ربنا يديم المحبه يا مرسي. ربنا يخليك يا مرتضى. طيب دلوقتي ايه يعني لما بفكر في موسم الحج الحقيقه في امور كتيره جدا بتيجي لذهني، من ضمنها ان في ناس بتبقى بتعيش جو بهجه وفرحه، تلاقي الزينه على البيوت، تلاقي كده الناس تروح في الثقافه بتاعتنا احنا كمجتمع مصري متدين، تلاقي الناس تروح تبارك لك وانت جاي من الحج. فايه اول حاجه خليني اسالك بتتبادر انت لتفكيرك لما الناس بتقول الحج؟ حج راح حج جه، حاجات كتيره. يعني حاجات كتير اكيد هي هتبقى موضوع النقاش النهارده يعني. بس لو اول حاجه خالص خالص يعني واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، ايه في القران سوره الاعراف ايه 172. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. احنا اتكلمنا في الآية دي عنها يعني في رمضان. وهي طبعا الآية دي بيسموها الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا فيها أنه أخذ الميثاق على بني آدم، كلم كل بني آدم سبحانه وتعالى قبل ما يخلقهم أو يدخلهم جوه الدنيا دي. كل واحد مننا حصل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اللحظة دي، اللحظة بتاعت ألست بربكم. وسبحان الله الموضوع مش مثلا أنا ربكم، لا هو سؤال، هو مش أنا ربكم؟ قالوا بلى، فكلنا قلنا أيوة بلى، شهدنا، إحنا شاهدين أن أنت ربنا. وربنا سمى اللحظة دي أصلا وأشهدهم على أنفسهم أنهم يشهدنا. فأنا بحس أصلا أن الموضوع جاي في صيغة سؤال، لأنه هنيجي في يوم من الأيام ممكن مننا ناس وينكروا الحكاية دي، فبيسألك عنها من قبل ما يحصل الإنكار، هو مش أنا ربك؟ ما تنكرش بقى. عشان كده تكملتها إيه؟ لحسن تقولوا يوم القيامة أن إحنا غافلين عن كده. تيجي يوم القيامة تقولوا ما كناش عارفين أن أنت موجود يا رب. وده الإنسان الكافر لما بيبعث بيتفاجئ طبعا بالحقيقة دي وبيقول إيه ده؟ ويتذكر بقى أن هو كان عارف أن هو في الدنيا غطى الإيمان. هربطها لك بالحج دلوقتي لسه، انا عارف احنا بنلف لفه صغيره. وغطاء الايمان هو المرادف لكلمه الكفر. هو الكفر هنا تغطيه، وحتى فاكر لما قلنا انه كلمه كفر بالانجليزي جايه من كلمه كفر بالعربي، انك تغطي الشيء. ففي الحاله دي تغطيه طبيعتنا، الفطره بتاعتنا. فالكافر هو من يغطي الفطره لدرجه انه مش بس بيغطي الفطره كاسلوب حياه، وكان انا مثلا مش بعمل اسراف ومش بسيء الخلق مع الناس ومش ما كل ده من الفطرة، ان انا ابقى حسن الخلق وابقى مقتصد في اسلوب حياتي والى اخره. لكن اعمق حاجة في الفطرة لا اله الا الله، ان انت يا رب انت ربنا وانت واحد، انت لا اله الا الله، انت كل حاجة، انت اهم حاجة، انت اللي خلقت كل حاجة. فالمهم فربنا بيقول لهم كده، لحسن تيجوا تقولوا يوم القيامة احنا كنا غافلين عن الحكاية دي، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وده لون آخر من ألوان الجرم اللي ممكن يرتكبه الإنسان، أنه يشرك بربنا سبحانه وتعالى. بس التفصيل مش موضوعنا. الحاصل هنا في الكلام أنه سيدنا علي رضي الله عنه بيقول أنه ربنا أخذ الكلام بتاع الميثاق ده وجعله كتابا يعني مكتوب، فألقمه الحجر، الحجر الأسود اللي كتير مننا بيبقى رايح يحج وقاصد اللحظة دي بالذات، اللحظة بتاعت استلام الحجر وتقبيل الحجر. وهنتكلم عنها بعد شوية بقى من ناحية الغير أدمية والغير حضارة الحضارة الزحمة اللي بتحصل أو التزاحم اللي بيحصل
عند المنطقه اللي موجوده في الكعبه مش كده؟ عند منطقه الحجر الاسود بالذات في الحجه عامه وفي الحجر الاسود خاصه الناس بتزق بعض جامد والضرب اللي بيحصل وده في مشاكل كتيره قوي يا معتز، ده بيعبر عن وجود مشاكل كتيره قوي قوي قوي، بس ان شاء الله هتنصلح ان شاء الله باذن الله. ونفسي اعرف بعد شويه يعني تحليلك ايه من المشاكل دي، ونفسي اسالك يا معز ليه بدات نقول ايه بالانطباع ده اول ما الحج بيسكر؟ هقول لك بالظبط، لانه زي ما سيدنا علي هنا قال رضي الله عنه ان ربنا القم الحجر اللحظه دي الاشهاد اللي حصل ده قولنا جميعا ايوه يا رب شهدنا انت بجد ربنا. فلحظه استلامنا الحجر وتقبلنا الحجر واللي مش قادر يقبل من بعيد يسلم، دي لحظة إعادة تأكيد مننا للكلمة اللي قلناها في تلك اللحظة المخلدة، بلى ألست بربكم، ربنا بيقول بلى، إحنا بنرد بلى ده زي توكيد يعني بلى يعني نعم نعم حقا أنت ربنا فعلا. فإحنا بنؤكد المعنى ده تاني لما بنروح ونستلم الحجر فبنجدد الميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى، بنقول له لمرة تانية بقى مهما غلطنا ومهما عصينا ان احنا مدركين كويس قوي ان احنا مصيرنا اليك، وان احنا طلعنا او نزلنا، عشنا قليل او عشنا كتير، احنا جايين لك ونفسنا يا رب تدوقنا بس ولو للحظة في الحج ده بتاعنا السنة دي واحنا رايحين لك. الحال الروحاني المطلق ده اللي بنطلق احنا فيه عن الحدود ونعيش معاك انت يا رب خارج الزمان وخارج المكان بأرواحنا، اللي هو السمو الروحاني ده هكمل فيه بعد شوية، بس أنا عارف أنك عايز تكمل، فهو ده الرابطة للكلام ده كله هي الحجر الأسود. حلو، ده أول شيء بيجي لك في تفكيرك لما يعني يتقال قدامك أنه في ناس رايحة تحج أو فريضة الحج. في وجه آخر بقى لنفس العملة بيجي لي مع نفس المشهد ده حاجة تانية وبتزعلني قوي، اللي أنت عايز تسأل عنه اللي هو التشاجر اللي بيحصل ده في الحج عامة والتزاحم الزايد غير التزاحم الطبيعي اللي ممكن يحصل لمجرد وجود ناس كتيرة قوي في مكان واحد، وما بين بقى ايه الضرب اللي بنشوفه وحالة يا معتز بتبقى وخاصة عند الحجر الاسود زي ما انت قلت عكس تماما مقصد الحج ومقصد الشريعة والروحانية اللي المفروض ندخلها. بيقولوا لا جدال في الحج. طبعا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا ده حتى لو الموضوع وصل الى جدال باللسان ولا شك انا مبسوط ان انت يعني ربطتها بالجدال، ان هي نوع من الجدال برضو التزاحم بالجسم الزايد ده، لانه يا معتز الوجه الاخر للعمله دي هو ان انا بحس ان الحج صوره مصغره لحالنا احنا كامه. فعلا حال الامه بينعكس على حالنا واحنا في الحج. ازاي؟ اللي هو المناظر اللي بنشوفها دي احيانا. اولا كنا عملنا مع بعض حلقه عن النظافه وعدم وجود النظافه. يعني مفيش كلمة غير المزبلة. فعلا يعني المزبلة اسمه مكان يوجد فيه الزبالة، دي الحقيقة. بنشوف كمية أنواع يعني إيه الحاجات بقى اللي بتترمي أي مكان بقى البلاستيك وغيره، لدرجة أنه آخر يوم ده وإنت ماشي بتشوف منظر بتقول ربنا يعين المسؤولين على الموضوع ده اللي هينضفوا من بعد ما الناس تمشي، هينضفوا ملايين من الكميات من الحاجات المرمية المخلفات دي، ده مشكلة كبيرة جدا. فاكر لما قلنا في رمضان انه النظافه اللي بره بتجيب نظافه جوه والنظافه اللي جوه اللي هي التطهير الباطني تطهير القلب بينعكس على التطهير الخارجي.